بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأكرمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. سنبدأ بإذن الله الجزء الثاني من محاضرات اليوم الثالث لبرنامج إعداد معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها، وبإذن الله سنستكمل العروض أيضا، عروض السادة المعلمين لدرس الأصوات والظواهر الصوتية العربية. وسأبدأ ب يعني من هو يعني على جاهزية الآن يرفع يدي للعرض. من مستعد لعرض درسه الآن يتفضل. حتى الأستاذة هبة، سأعطيك الشير الآن يا أستاذة هبة. طب خلي الأستاذ محمد الأول. الأستاذ محمد، نعم معلش أنا عمالة الأستاذ محمد، تفضل يا أستاذ محمد. السلام عليكم ورحمة الله عليكم وبركاته. السلام ورحمة الله. هذه أول مرة بسم الله الرحمن الرحيم. هذا التدريب الأول تقديم الأستاذ محمد الهادي الجوادي، وليكون الدرس حيا أستعين بأحد الطلبة، الطالب عبد الله 6 سنوات من فرنسا، هو سيرد معي. تمام. الوحدة الأولى بين الهمزة والهاء، همزة هاء هاء. نبدأ بالهمزة المفتوحة، جاهز يا عبد الله؟ جاهز. أ زائد فتحة أ، أ زائد فتحة أ. أحسنت. أ أرنب، أ أرنب. أحسنت. الهمزة المضمومة، أ زائد ضمة أو، أ زائد ضمة أو. أحسنت. أو أذنون، أذنون. لا، أو أذنون، أو أذنون. أحسنت. الهمزة المكسورة، همزة زائد كسرة إي، همزة زائد كسرة إي. إشارة، إشارة. أحسنت. حرف الهاء، حرف الهاء. هاء زائد فتحة تساوي هاء، هاء زائد فتحة تساوي هاء. الهمزة المفتوحة، الهمزة المفتوحة. هاء هدية، هاء هدية. الهاء المضمومة، هاء زائد ضمة تساوي هو، هاء زائد ضمة تساوي هو، تساوي هو. هو. أحسنت. أحسنت يا عبد الله. هدهد. الهاء المكسورة، هاء زائد كسرة تساوي هي، هاء زائد كسرة تساوي هي. هي هلال، هي هلال. أحسنت. فلنرى الآن المقارنة، أ ها، أ ها. أ أرنب، أ أرنب. ها هدية، ها هدية. أحسنت. أو هو، أو هو. لا، أو هو. أذنان، هد 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 هد. ممتاز. إي هي،
هي إشارة إشارة هلال هلال. أحسنت بارك الله فيك، وهكذا العرض انتهى. بارك الله فيك يا أستاذ محمد، ودعني أشكر عبد الله بنفسي. نعم اسمع الأستاذ. بارك الله فيك يا عبد الله، فأنت طالب طالب متميز ومتفوق، بارك الله فيك. شكرا. حقيقة سعدت بعرض فوق الممتاز. أحسنت يا أستاذ محمد، أجدت في عرضك وأبرزت كل ما تكلمنا فيه، وكان العرض تشاركي تفاعلي بينك وبين عبد الله، استطعت أن توضح الفرق والفروق ما بين الهمزة والهاء، وكان العرض سهلا شيقا ممتازا، تستحق أيضا عليه الشكر والتقدير. وإن لم يكن هناك بعض التدريبات، يعني كنت أريد تدريبات يعني أكثر من ذلك، ولكن لوقت طبعا العرض وهو الخمس دقائق أعتز بهذا العرض جدا جدا، وجزاك الله خير، وأتمنى أن تكون قد طبقت كل ما تكلمنا عنه طبعا من خلال. نعم حاولنا واستفدنا جدا من الدروس. بارك الله فيك، بارك الله فيك. سأفتح الآن الحوار حول عرض الأستاذ محمد الهادي والأداء الرائع الذي قام به. من يريد أن يعلق على عرض الأستاذ محمد الهادي يتفضل. السادة الحضور، من يريد التعليق على عرض الأستاذ محمد؟ الأستاذة أسماء الشرقاوي تفضلي. أيوة دكتور، عرضه رائع ممتاز، وخير كلام ما قال ودل، يعني هو أنا استفدت جدا من شرحه للدرس، وهو يعتبر يعني بيدرب على الحرف وإزاي وعلى الحركة في نفس الوقت، فكأنه شرح ودرب بس بشكل مبسط ويسير وممتع، يعني استمتعنا وشيق جدا. نعم. جدا. نعم. يعني يخلي الطالب يحفظ اللي هو قاله بسهولة ويثبت في دماغه، فبارك الله فيه. يعني بارك الله فيك يا أستاذة أسماء، أشكرك. الأستاذة نوال. نعم دكتور. دكتور أعود إلى كلامي كما قلته لي سابقا، نشكر الأستاذ محمد على المجهود، يعني نلاحظ أن موضوعه مثل موضوعي. نعم. يعني الأصوات فقط تختلف، لكن الجميل أن طريقته مختلفة تماما عن طريقتي، وهنا. نعم. وهنا تكون الفائدة ويكون التبادل بيننا، يعني مشكور جدا، وكما قلت لي في البداية أننا سنستفيد إن شاء الله، وحقا الفائدة بدأت منذ البداية. شكرا. نعم. للأستاذ. هو يعني الغرض من التدريب، وهذا هو منطقي وفلسفتي دائما في التدريب، التطبيق وليس المحاضرات النظرية، لأن التدريب التطبيقي يعود على المتدرب بالفائدة، لأنه طبعا هذا العرض الذي قدمه الأستاذ محمد سوف يثبت في أذهان الجميع، وبالتالي سوف يتنافس الجميع في عرض العروض القادمة بإذن الله للأفضل والأفضل بإذن الله. أشكرك جدا يا أستاذ نوال. أستاذ رانيا. أستاذ رانيا. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عرض مشوق جدا ومتميز جدا وأوجز وأنجز في نفس الوقت، وفي نفس الوقت يعني جعل متعلم من أول دقيقة لآخر. نعم. استمتعنا أكثر من إن إحنا شفنا درس يعني. نعم نعم. يعني قمة الموضوع. خصوصا الجانب يعني التفاعلي مع عبد الله. الجانب التفاعلي يعني. وخصوصا عبد الله ما شاء الله متمكن جدا. ما شاء الله ما شاء الله. أشكرك يا أستاذة رانيا. الأستاذة الأستاذة صحر تفضلي. الحقيقة هو عرض متميز جدا ومشوق ومختلف، يعني. نعم. يعني استطاع أن يستخدم فيه بسيط، استطاع وحقق
وحقق جميع الأهداف ببساطة. نعم. والحقيقة التواصل مع عبد الله جميل ورائع ووصل له المعلومات يعني منها اللي هي الحروف والتشكيل والحركات جميع الحركات وتعلم برضو كلمات كثيرة. نعم. فأحسنت يا أستاذ محمد يعني فعلا رائع. بارك الله فيك يا أستاذ سحر وبارك الله في الأستاذ محمد الحمد لله. نبدأ بعرض آخر للأستاذة زينب. أستاذة زينب تتفضل. أستاذة زينب أستاذة زينب هل أنت جاهزة يا أستاذة؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. أسمح بتأخير دقيقة أفتح ال. ممكن يكون عرضي قريب كثيرا من عرض الأستاذ محمد. ولكن اسمحي لي الأول الشير ليس ظاهرا لدينا. نعم ظهر الآن؟ نعم. أعلق عبد الأستاذ محمد ما شاء الله جيد. نعم. عرضي يعني يشبه كثيرا عرض الأستاذ محمد ما شاء الله. هو دورة إعداد المعلمين التدريب الأول تقديم الأستاذ زينب ناجي محمد. أخذت الفرق بين الحاء والهاء. حاء وهاء. الحاء حان وقت الدرس. أخذت المثال من القرآن الحمد لله رب العالمين. ها هيا نلعب. من القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم. النطق بحرف الفتحة حاء ها حاء حان هاء هانا. النطق بالكسر حي حصان هي هن. النطق بالضم حو حبوب هو هدى. مقارنة إجمالية حا حي هو ها هي هو. رائع. بارك الله فيكم. رائع وأشكرك على العرض البسيط وإنما يعني الذي حقق أهداف العرض إن لم يكن هناك بعض الأمور التي تستوجب يعني النقاش وهي التدريبات كثرة التدريبات. طبعا أنت استخدمتي يعني مجموعة من الفروق ما بين الحرفين الحاء والهاء وإنما كان من الممكن أن تتنوعي في التدريبات وتعرضي تدريبات أكثر من ذلك. أشكرك يا أستاذة زينب وأفتح أيضا النقاش من أراد أن يعني يناقش عن درس الأستاذة زينب أو يعرض تعليقات. أستاذة أسماء أستاذ حمزة. السلام عليكم. عليكم السلام. ما شاء الله عرض مختصر ووفى وكفى. ميزته أنه يهتم بالجانب التطبيقي أكثر من الجانب النظري. نعم. وده شيء مميز يعني. وهذا هو الأهم يعني عند التركيز على الجانب التطبيقي
هذا يجعل الطالب يعني ينتبهاً ومنتبهاً دائماً للدرس. صحيح. أشكرك يا أستاذ حمزة على تعليقك. أيضاً الأستاذ من أراد التعليق؟ أستاذة صحر. السلام عليكم. عليكم السلام. هو الحقيقة عرض ممتاز، ولكن يعني أعتقد أنه ينقصه بعض يعني التشويق، يعني بعض الصور كانت يعني تبقى أفضل مع الكلمات اللي يفهموا الكلمات والتدريب في النهاية. نعم بارك الله. ولكن هو الحقيقة مختصر ومفيد جدا. أشكرك. والآن سنعرض أيضا للسادة المعلمين. من أستاذ صابر تفضل. أستاذ صابر تفضل يا أستاذ صابر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشير واضح عندك يا دكتور؟ نعم واضح. نعم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طلابنا الكرام، اليوم سنتكلم عن درس اللام الشمسية والقمرية. أول شيء سنعرض أهداف الدرس التي ستكون التمييز بين اللام الشمسية والقمرية واستخدام الإضافة. في مرحلة العصف الذهني سنقوم بكتابة وقراءة الكلمتين التاليتين للطلاب، ونطلب منهم محاولة إيجاد الفرق، مثلا الشمس القمر. وهنا الطالب يعني بعض الطلاب سيتفطنون إلى غياب صوت اللام في كلمة الشمس، ونقوم بذلك إخبارهم بأن لدينا في الحروف الأبجدية 28 حرفا، تنقسم 14 حرفا منها إلى حروف شمسية و14 إلى حروف قمرية. يمكن أن نقول لهم أن في نطق اللام عند الحروف الشمسية يكون هناك صعوبة، لذلك نضع هذه اللام صامتة، فاللام هنا تكتب ولا تنطق. بعد ذلك نضع لهم مثلا صورة تبين ما هي الحروف الشمسية وما هي الحروف القمرية. ممتاز. وطبعا نخبرهم بأن الحروف الشمسية تكون عادة تحمل علامة الشدة. نعم. بعد ذلك نقوم بإعطائهم تدريب، مثلا كلمة بيت، نهر، خيمة، يقومون بكتابة الحرف الأول ويخبرون إذا كان الحرف شمسي أم قمري، ثم يضيفون هذا التدريب رائع. يعني أنا أجد أنه تدريب متميز، وإنما أنت استخدمت في رؤوس الأسئلة اللغة الأجنبية، اللغة الإنجليزية. نعم، هو لأن هذا التدريب مأخوذ من كتاب يعتمد اللغة الإنجليزية في ذلك. نعم نعم نعم. فيمكن طبعا غير ذلك باللغة العربية. نعم. بعد ذلك نقوم بإعطائهم واجب منزلي لكتابة الحروف الشمسية منفصلة والحروف القمرية منفصلة كذلك. ومن الممكن أيضا يا أستاذ صابر أن تستخدم الألعاب اللغوية، يعني أن تعطي لهم ورقة عمل لمجموعة من الحروف، هذه المجموعة بها حروف شمسية وحروف قمرية، وتقسم الصف فريقين، فمن يحضر الحروف الشمسية أولا مثلا في وقت محدد، دقيقة أو دقيقتين تحددها أنت، فسوف يحصل على نقاط حتى تكون الحصة تفاعلية وتنافسية. ومن الممكن أيضا تأتي بصندوق به بطاقات بها حروف شمسية وقمرية، وهو كذلك طبعا. يعني هذه الألعاب اللغوية التي يعني تثري الحصة تنافسا ومتعة، وتجعل الطالب يعني يحب اللغة ويحاول أن يكتسبها سريعا.
هو في الحقيقة الكروت التي ذكرتها دكتور هي موجودة عندي أنا، يعني عندي زاد كبير من الأنشطة مثل الكروت والأحرف المنحوتة على الخشب، ويعني أشياء كثيرة نحن نستخدمها في قاعات الدرس لكن لم يتسنى لي إحضارها يعني. نعم بإذن الله، يعني بإذن الله أنا أتمنى أن تطبق لعبة أو أكثر وتعطينا النتائج. لا ممكن في يعني ممكن أن أسجل فيديو لذلك وأعرضه عليكم إن شاء الله في بإذن المستقبل القريب. بإذن الله. عرضك بسيط ومتميز ورائع، و يعني أخذت يعني ظاهرة لغوية تعد من الظواهر المهمة جدا في تدريس اللغة العربية، وهي ظاهرة الحروف الشمسية والقمرية، وقد أديت بشكل يعني بسيط يدعو للتأمل أنك معلم محترف، يعني أردت أن تعبر عن الدرس الصعب بسلاسة وسهولة. والحروف الشمسية والقمرية ليس بدرس يعني ليس بالسهل على المعلم أن يشرح للطالب العجمي، لأن الطالب العجمي يجد الأمر صعوبة، يتطلب منه أحيانا 6 ساعات يعني. نعم لأن يعني الطالب يجد صعوبة في التفريق ما بين حروف الشمسية، الحروف التي يعني نطلق عليها الحروف الشمسية، وأيضا الحروف القمرية. أشكرك أستاذ صابر، ما شاء الله درس موفق. كما قلت لك يعني من الممكن أن تستفيد بموضوع الألعاب اللغوية، ويكون أمر يعني أكثر تشويقا. وأشكرك وسأستمع الآن إلى تعليقات السادة المعلمين. الأستاذة نوال. نعم أريد أن أشكر الأستاذ صابر على المجهود المبذول، درس جميل جدا، وأحييه على الشجاعة في اختيار الموضوع. نعم المغرب العربي يعني اليوم. نعم. المغرب العربي يعني متميز. شكرا دكتور. دائما تتميزون علينا في لعبة كرة القدم، ليس كذلك؟ فأنتم الآن تتميزون عرب يعني. نعم ولكن يعني نحن بأمانة نحن نعتز جدا بأهل المغرب العربي كمصريين، نعتز بأهل الجزائر وأهل تونس وأهل المغرب، يعني كلهم إخوان. دلوقت ولعتني وقعت فكرة تقولين. شكراً والله الشعور متبادل. ونحن تاريخيا يعني تعودنا أن ننهل العلوم من مصر يعني. يا أخي. ما نقول لك إذا. أرجو غلق المايك للإخوة، يعني والله يا أخي أنتم تونس أنتم منبع الحضارة أيضا، فالحضارة الإسلامية يعني جامعة القيروان. الله يخليها. فنحن نعتز بأهلنا في المغرب العربي. الله يخليك. شكرا دكتور، شكرا. قلت دكتور أحييه على الشجاعة لاختيار الموضوع، لأنه هذا الموضوع صعب وشائك بالنسبة. نعم. للناطقين بالعربية، فما أدرك بغير الناطقين بها. نعم ولاحظت، لا أدري هل أنا محبة للألوان أو يعني استعمال الألوان الجميلة جذابة بطريقة يعني. نعم. لا تستطيع أن تحيد بصرك عن الشاشة. والله مشكور أستاذ صابر، هذا أمر مهم جدا. يعني هذا أمر مهم جدا، وأنا تحدثت فيه في المحاضرتين السابقتين أن استخدامك للألوان وللصور التي المعبرة الجذابة تجعل الطالب دائما يعني مجدوها ومنتبها إلى الدرس، وأيضا استخدامك للتنافس والألعاب التنافسية أمر مهم جدا، لأنك تدعم لدى الطالب أن الحصة ليست فقط للتعليم، وإنما أيضا الحصة لابد أن يكون بها تعليم ممتع، وهذه المعادلة الصعبة إذا نجح فيها معلم اللغة العربية للناطقين بغيرها، إذن قد استحوذ على قلوب قبل عقول تلاميذه، وهذا هو الأمر المهم. يعني أصلاً الذاكرة البصرية هي مهمة جداً في عملية التلقين يعني. نعم. كل ما يراه الطالب يعني يرسخ في دماغه. نعم، عندما يرى الطالب صور جذابة تحوي ألوان تحوي أشكال يعني يرسخ، وهذا
في ذهنه أكثر من الصور الصماء التي ليس بها لون أو ليس بها نوع من الجذب يعني. نعم. أشكرك أستاذ صابر وأشكر الأستاذ نوال. عفوا دكتور. شكرا. بارك الله فيكم. الأستاذة ياسمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. طبعا أنا كنت عايزة أقول ملاحظتي بس أستاذة نوال يعتبر قالت يعني حاجة شبيهة بيها بس حاجة بسيطة كنت عايزة بس أقولها. تفضلي. إن لا طبعا هو اختياره للدرس موفق جدا إنه درس مهم جدا. احنا مثلا كمصريين هنا او كعرب هنا الطلاب بيواجهوا صعوبة جدا في التمييز ما بين اللام الشمسية واللام القمرية. نعم. فبنضطر احنا مثلا نعرض اللام القمرية اولا بحروفها بتدريباتها ثم بعد اتقان اللام القمرية نبتدي نشرح اللام الشمسية. ده بالنسبة للطالب المصري، ما بالك الطالب الأعجمي، هل يقدر يفرق بين اللام الشمسية والقمرية في محاضرة واحدة؟ نعم، هذه ملاحظة مهمة يا أستاذة ياسمين، أليس كذلك؟ لا ملاحظاتك يعني وتعليقاتك أعتقد أنها في يعني صلب الموضوع. دمج اللام الشمسية والقمرية يعني أنا سأمنح الأستاذ صابر الرد طبعاً، وإنما الدمج في حصة طبعا ليس بالسهل، يعني ليس بالسهل، وإنما يحتاج من المعلم كم كبير من التدريبات والمجهود، وخصوصا إذا كان عدد الطلاب يعني يتجاوز الخمس طلاب أو العشر طلاب، سيجد المعلم صعوبة في شرح اللام الشمسية طبعا مع مراعاة الفروق الفردية لكل طالب. نعم نعم، فسيعلق بإذن الله يرد على هذا على هذه النقطة الأستاذ صابر. تفضل يا أستاذ صابر. نعم دكتور، هو كلام الأستاذة صحيحة 100%، ونحن عندما نشرح هذا الدرس في القاعة طبعا نبتدأ باللام القمرية ونعطيهم أمثلة تحمل اللام القمرية، مثلا قلم ونضيف إليها ال، أحيانا نذكر أن هذه الألف لام هي ذا باللغة الإنجليزية، فنسهل الأمر على الطالب ونقول قلم القلم، ثم نعطيه مثلا مثال السيارة فيقولون السيارة، فنخبرهم هل ألم تفطنوا أن نطق السيارة هو ثقيل بعض الشيء على اللسان، ولذلك نقوم بجعل اللام أو حرف اللام صامت نكتبه فقط. وأنا أعتقد هذه مهارة معلم، يعني أعتقد أنه عندما يعني يحاول أن يقرن بين شرح اللام الشمسية والقمرية في أمثلة متشابهة تحتاج إلى حرفية أو إلى احترافية في التعامل مع الطلاب، حتى لا يجد الطالب صعوبة في فهم الفرق بين اللام الشمسية واللام القمرية. وأشكر الأستاذة ياسمين على هذا التعليق، وأشكرك يا أستاذ صابر مرة ثانية، تستحق كل الشكر والتقدير، بارك الله فيك وفي عروضك، ويعني أنت شجعتنا لرؤية المزيد من العروض القيمة التي تحوي خبرة ما شاء الله يعني. وطبعا أنا أعتقد اليوم يعني الأمر مختلف تماما بالنسبة لعروضكم، فعرض الأستاذة نوال وعرض الأستاذ محمد عبد الهادي أستاذ محمد هادي وعرض الأستاذة زينب وعرض الأستاذ صابر وعرض الأستاذة صحر، العروض كانت يعني كلها متميزة، اهتمت بما قد ذكرناه، وأعتقد أن موضوع درس الصوتيات اتضح للجميع الآن بعد التطبيق. هذا طبعا بفضل توجيهاتك دكتور، بارك الله فيك يا أخي، يعني نحن جميعا نحاول أن نتعلم ونتبادل خبرات بعضنا البعض، بارك الله فيك. هل هناك اختلاف على أن درس الصوتيات الآن أصبح بالنسبة للجميع أمر يعني يسهل علينا تحضير العديد من دروس الصوتية للغة العربية؟ هذا سؤال للمناقشة سأعرضه الآن، وأتمنى أن يعني نستفيد من آرائكم. الأستاذة ريم هشام،
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا وسهلا استاذ ريم. اهلا وسهلا. حضرتك معلش سؤال تاني بس عشان الصوت عندي بيقطع. هل اليوم بعد عرض مجموعة العروض التي قدمها الزملاء الآن هل أفادت في توضيح الرؤية كاملة بالنسبة لدرس الصوتيات؟ بشكل كبير جدا كمان، يعني أنا كنت بدأت أجهز فيه فعلا بس للأسف، يعني كنت بدأت أجهز في درس بس للأسف ما لحقتش أكمله. أفني كتير أكيد هعدل يعني بعد الحاجات اللي أنا شفتها وسمعتها من الزملاء إن شاء الله هعدل في اللي أنا بعمله. نعم، ومن لم يستطع العرض اليوم فعليه أن يرسل إلي، لأن التكليف أمر ضروري، لابد أن ترسل لي على الإيميل، سأكتب لكم الإيميل وترسل لي على الإيميل تحضيرك للدرس حتى نقيم العروض ونعطي كل ذي حق حق. أشكرك يا أستاذة ريم. شكرا. الأستاذة مها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحقيقة فعلا استفدت جدا كتير قوي، أنا يعني مش معلمة زي ما حضرتك قلت لحضرتك، أنا خريجة صيدلة بس يعني حاسة أن أنا لا، يعني الحاجات اللي عرضوها الزملاء بصراحة أفادتني يعني جدا. السؤال هنا يا دكتورة مها، أن هناك عرض قدمته، محاضرات قدمتها الأولى والثانية تتكلم عن الدروس الصوتية، واليوم بدأنا نطبق والزملاء أيوة بدأوا يطبقوا، هل عند التطبيق اتضح لك الجانب النظري الذي نعم 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 يعني أفضل من النظري بس العملي يوضح لي أكتر كتير؟ نعم نعم، ما شاء الله. كمان الأستاذ صابر والأستاذ اللي شرح اللام الشمسية والقمرية برضو، الأستاذ صابر والأستاذ محمد، أيوة محمد نعم هادي والأستاذ زينب، نعم يعني أيوة كلهم بصراحة إن شاء الله. أشكرك أشكرك يا أستاذ مها. الأستاذ الأستاذ علي. السلام عليكم دكتور. عليكم أنا معذرة، يعني أفضل الاستفادة والاستماع الآن، ويعني أرجئ مشاركتي المرة القادمة إن شاء الله. نعم بإذن الله. أنا أستمع وأستفيد وأستفيد أيام الاستفادة من كل هؤلاء لله المكرمين المعلمين وسيادتك على يعني على رأسهم، بارك الله فيكم جميعا. ربنا يبارك فيك. يعني يا أستاذ علي الآن أنت بعد الاستماع إلى هذه العروض وأيضا رؤية المحاضرات السابقة، هل الأمر اتضح لديك بشكل كبير في الجانب صوتيات اللغة العربية وطرق تدريسها؟ نعم بارك الله فيكم دكتور، استفدت كثيرا. أنا حقيقة لم أكمل بعد بقية المحاضرات حضرتك، يعني شاهدت القليل منها جدا لبعض الانشغال وبعض ما أصابني من يعني مرض بسيط كده أو وعكة صحية، بارك الله فيك. ولكن حقيقة العروض وإياكم بارك الله فيك، جزاكم الله خير. العروض حقيقة متميزة من السادة الزملاء بارك الله فيهم، وتعقيب حضرتك بارك الله فيك للتوضيح كله فائدة جمة، يعني بارك الله فيكم جميعا وأستفيد وأتعلم يعني. وأنا الحمد لله أنا كنت وأنا في الكلية مغرم بمادة الصوتيات وكنت متميز فيها جدا بفضل الله عز وجل يعني، والحمد لله أنا يعني تعلمت الصوتيات مع التجويد، فلذلك من فضل الله وكرمه يعني أنتبه كثيرا لمسألة الحروف ونطقها، ولعلي إن شاء الله أقدم لفضيلتكم ما أشارك به زملائي المتميزين فيما قدموا. نحن نسعد بعروضك بإذن الله ونتمنى أن نستفيد من خبراتك يا أستاذ. أشكرك يا دكتور، بارك الله فيك ما أحسن تواضعك، بارك الله فيك. ربنا يبارك فيك يا أخي. طيب متابع معكم دكتور. تفضل تفضل. الأستاذة ليلى. أيوة دكتور. بس ما شاء الله أنا كنت بطلب حاجة بس يعني. تفضل. ان يكون التدريبات او التكليفات يعني نعرضها يوم السبت، بحيث ان انا بيبقى عندي جامعه طول ايام الاسبوع فمش بلحق ان انا
أقدم أو أحضر. تمام يا أستاذة ليلى، حاضر. هي أنا بلاقي صعوبة بس في الوقت عشان أنا عندي جامعة. نحاول أن نتفق جميعا على ذلك بإذن الله. تمام، شكرا. بإذن الله، أشكرك. الأستاذة هبة. السلام عليكم. عليكم السلام. هو حضرتك كنت قلت لنا للتكليف يعني يعني التحضير للدرس مثلا هياخد من عندي هياخد منكم ساعتين عشان ساعه درس يعني. نعم. بس والله يعني التحضير رائع جدا يعني، هو تحضير بس هو بياخد وقت يعني وقت كتير بصراحه. ان انا بالنسبه لي خد مني وقت كتير جدا جدا جدا. نعم. هو مش هيكون في مستوى طبعا اللائق لان انا بحضر من على التليفون وكنت بجرب البرنامج وكده، بس هو ادانا يعني بالتجربه اداني خبره كتير يعني، اول مره اقعد على البرنامج او كده. فهو بيدي بصراحه يعني مع التمرين اكتر، كل مره حضرتك تدينا تكليف كل ما مره الواحد هيقف على رجله اكتر يعني. أكيد. نوصل للمستوى اكيد باذن الله اللي هم عرضوا بيه طبعا يعني. ما لا باذن الله نصل باذن الله.